استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بعد تراجع شهده المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، والتي خسر فيها الجرام نحو 11 جنيها، حيث استقر عيار 18 عند مستواه السابق مسجلا 530 جنيها، كما استمر عيار 21 عند مستواه السابق أيضا مسجلا 619 جنيها، وثبت عيار 24 عند 707 جنيهات، ولازم سعر الجنيه الذهب مستواه السابق مسجلا 4952 جنيها.